Hello, everybody. How are you doing? If you remember in a previous lecture, when we talked about conditional sentences, exactly when we talked about zero and first conditional. In this lecture, we will talk about the exercise about first and zero conditional. Also, we will explain second conditional in lesson three. So, if you are ready, let's start together. إذن حبايب قلبي مثل ما تشوفون طلاب هنا أول شغلة راح نسويها راح نحل التمارين الخاصة بالزيرو والفيرست وراها راح نروح إلى لسن 3 ونشوف السكند كونديشنال. هذا التمرين منطينا إياه على شكل ماتش مثل ما نعرف إنه الماتش يجينا وزاريا بالسؤال الثالث شنو؟ A تمام؟ العفو B سوري. السؤال الثالث بي اللي هي قلت لك هذا السؤال المتغير لانه احنا نعرف انه الاي هو اسقاطات تمام فممكن تجيك جمله من ضمن ماتش فهذا الموضوع هو يجينا من ضمن ماتش بعد ماتش ذا سنتنس هولز اند كومبليت ذا سنتنسز عباره اوتكم وير نيسيسري يعني ضيف فارزه عندما يكون ضروري هنا ايش ده يقصد لك ده يقصد لك اذا الاف جتي بالبدايه لازم هنا نحط فوارز هذا اللي دي يقوله فإف بالبداية لازم بالوسط أكو كومة تمام؟ زين إحنا إيش نسوي هسه ده نربط هاي الجمل ويا هاي الجمل اعتماداً على المعنى هذا التمرين موجود exercise A page 51 in activity book number one ويا يا طلاب I can't get to sleep if I drink a lot of coffee هاي الجملة هي محلولة هي number one B الجملة الأولى هي عبارة عن هو حالها تمام؟ يعني ما أقدر أنام إذا شربت هواية قهوة number two if I lend my brother CDs الجواب C he always loses them إذا أنا قرضت أخوي سيدي هو دائما يضيع الطلاب ممكن شي وارد بالامتحان شي يجيب لك إنه ينطيك هاي الجملة وهاي الجملة ينطيك إياها لوز ما ينطيك إياها لوزز ويقول لك صححها شلون عرفت إنه زيرو عرفت من خلال الظرف always فركزوا لي على الأفعال هنا بكل جملة number three if you work in marketing إذا أنت عملت في السوق أو مجال التسوق تمام يعني شلون سوبر ماركت فهنا شنو الجواب 3F تمام Your job is to encourage people to buy. وظيفتك راح تكون أن تشجع الناس على الشراء. Number four. If you are good at languages. إذا أنت جيد باللغات. شنو هنا إذا أنت جيد باللغات؟ الجواب هو D. الجواب هو D. You can be an interpreter. إذا أنت جيد باللغات ممكن أن تكون مترجم. Number five, my parents get worried. والدي سوف يغضبون. A, if I come home late, إذا أنا جيت للبيت متأخر. Number six, you need to improve your English. أنت تحتاج أن تطور إنجليزيتك. جواب G, if you want to study in Britain, إذا أردت أن تدرس في بريطانيا. والأخيرة, number seven, food goes bad الطعام راح يتلف الجواب شنو E unless you keep it in the fridge ما لم تضعه في الثلاجة فإذا هذا التمرين هو match نروح على التمرين الآخر اللي هو منطينا إياه بالكتاب هذا التمرين هو خاص بالفيرست فهيك راح أكتب بصف first حتى تعرف هذا يتكلم عن الفيرست conditional Exercise B, page 51 in Activity Book. صفحة 51 بكتاب النشاط. راح أقرأ لكم إياه. Write these sentences using the correct form of the verbs. استخدم الصيغة الصحيحة للفعل بين الأقواس. قبل ما أقرأ هذا التمرين أكو هنا بعض الكلمات اللي موجودة بالتمرين اللي شوية حسيتها صعبة على الطالب. مثل إيش؟ Doesn't apply. لم تقدم طلب. Scholarship منحة دراسية Application forms نماذج الطلب أو استمارات الطلب Log on التسجيل الدخول
foundation course first, دورة تدريبية أولى, big effort, جهد كبير. هاي اللي حسيتها شوية صعبة عليك فراح نروح نحل. طلاب, بعض الطلاب يسألوني استاذ في دول قلبك بالتعليقات, يجي بالوزاري فراغين, يعني إذا تشوفون هاي الجملة هنا فراغ هنا فراغ. استاذ يجينا هيك بالوزاري, طلاب ما طول من طينة تمرين, كل شيء وارد. لكن إذا على جراء السنوات السابقة من تشيكون تشوفون 95% ينطيك الفراغ من اتجاه واحد, لأنه إذا انطاك إياها من اتجاهين لازم تعتمد على المعنى. زين استاذ احنا شلون بهيج حالة؟ أحب أطمنك إذا جاب لك فراغين فيجيب لك إياها نص التمرين من نفس التمرين نصا, فلا تدوخ. تمام. Number one, الجمل المحلولة طلاب دائما لن غلس عليها. If I not pass the high school exam this year, I take it again next year. قلت لك عند وجود أحد ظروف اللي تدل على المستقبل في جملة جواب الشرط رأسا تعرفها إنه first. فهنا بالمضارع I not pass صارت I don't pass. هنا I take صارت I will take. هنا معناته إذا أنا مش تازيت الامتحان مال إعدادية هذا السنة شنو راح أجربه السنة القادمة. Number two, if she not apply for scholarship, of course she not get one. هنا بما إنه she فهنا تصير doesn't, دنحل بالfirst doesn't apply. إذا هي ما قدمت على منحة دراسية of course she not get راح تصير won't, سوف لن تحصل عليها. Number three, if anyone يعتبر مفرد, needs advice about their application form, I will. مو واحد يسوي لي اياها is am are, قلت لك بجواب الشرط بالفيرست البي تصير will be. هنا عندنا tomorrow بجواب الشرط فعرفناها شنو طلاب, عرفناها انه الحل هو first. إذا أي شخص احتاج نصيحة حول استمارات الطلب أنا راح أكون هنا غدا للمساعدة. Number four, if he logs on, هنا logs لأنه he, to the British Council site, he find راح تصير he will find quite a lot of useful information about courses in Britain. إذا هو قام بتسجيل الدخول في موقع القنصلية البريطانية راح يجد الكثير من المعلومات المهمة حول الدورات في بريطانيا. تمام؟ فهنا will find, هنا logs on. If you want, أريدكم تميزون بين want, why يسألوني went ماضي مال go, هاي ما عليك بيها. هاي want you read. To do a degree in Britain, you have to do a 1 year foundation course first. فهنا ايش راح يصير الحل طلاب؟ اذا تشوفون النقطه الرابعه الخامسه العفو, if you want تبقى نفسها. هنا ايش راح يصير؟ you will have. ليش بقت نفس؟ لانه اليو ياخذ مجرد وهنا صارت will have تكمله الجمله. اذا انت ردت ان تحصل على درجه او شهاده في بريطانيا شنو يجب ان يعني تقوم بدورة تدريبية أولى. زين. Unless, تذكرون من شرحت لكم بذاك الدرس قلت لكم الـ unless ما أغيرها إلا إذا يقول لي use if instead of. لكن من ينطيني إياها هيج he يأخذ s سواء بالزيرو أو بالفيرست. تمام؟ فهنا unless he makes a biggie for this term he won't, يعني will not get تكملة الجملة. ما لم يقم بجهد كبير هذا الموسم الدراسي هو سوف لن يجتاز امتحانات أخير السنة. تمام؟ وهنا if you are مضارع, if you are offered a place at Carnegie University, هنا ركز لي على هاي الجملة مهمة. هنا بما أنه استفهام فهنا شو يصير الحل؟ will you accept it? Will you accept it? إذا عرض لك مكان بهاي الجامعة هل راح تقبلها؟ في الول بالبداية لأنه استفهامية, لهذا السبب قلت لك عليها مهمة. هذا انتهى عندنا التمرين الثاني.
إذا نقلب طلاب راح نشوف عندنا هذا التمرين يقول لك كمل من عندك. طبعا هذا التمرين موجود صفحة جيت page 53 activity exercise G تمام or C. Complete these sentences in first conditional. واحد يقول استاذ يجينا بالوزارة كمل من عندك، اجت يمكن دور واحد او خارجي هيك يعني، واحب اطمنك انه هاي السنه سنه 2020 ما يجيب لك كمل، لانه شوي نوعا ما صعبه عليك. واذا يفكر يجيب كمل من عندك فيجيب لك نصا، فانت احفظ الموجود تمام. شوفوا الطلاب، الطالب اللي عنده قدره على التاليف ما عنده مشكله، لانه يعرف هنا فيرست مضارع بمستقبل ما عنده مشكله. لكن الطالب اللي صار انا شويه ضعيف، اقول اذا انت ضعيف شويه اكل تمشي الامور تمام. Just I'm joking. اذا ضعيف انت صديقي احفظ ذني الجمل اللي هي منطقيه اياها. If I do really well in the exams, إذا أني أبليت بلاء حسن بالامتحانات، بعد منطيك ثلاث أجوبة أنت تحفظ جواب واحد. I will success، راح أنجح، أقدر أقول I will get high marks. I will pass them، راح أحصل على درجة عالية، راح أجتاز الامتحانات، جواب واحد. If you want to work in the media، إذا أردت أن تعمل في وسائل الإعلام، أيضا جواب واحد. You will be famous. You'll get well paid. You'll have to learn about it. ممكن تكون مشهور، ممكن تحصل على أجور عالية، ممكن أن تتعلم حول هذه الأشياء. زين. 3. If my parents can't afford it. هنا afford معناته إذا تحملوا أو تمكنوا من يعني تمكنوا من شراء، تحملوا تكاليف، منحوا. إذا والدي تمكنوا من شرائها أو تحملوا تكاليفها، I will feel happy، راح أكون سعيد. I will be very happy. They may send me to Paris. ممكن يدزوني إلى باريس. Number 4. انتبهوا لي على النقطة الرابعة تحديدا. If I don't get a place at، هنا ماكو يعني فارز، هنا المفروض تكمل فعل الشرط يلا جواب الشرط. يعني فعل الشرط به نقص. If I don't get a place at the، إذا ما حصلت مكان وين؟ This park، بهذا المكان، park يعني المتنزه، I will go back home، راح أرجع باعو، يعني هنا فارز لهنا انتهى فعل الشرط. أو شو أقول؟ This college، I will go to another one. This bus، I will go on feet. This theater، مسرح، I will go back home. فجواب واحد، خلينا نقول If I don't get a place at this park، إذا ما حصلت مكان بهذا البارك، I will go back home، راح أرجع للبيت. زين. والنقطة الأخيرة If you want to study languages، إذا أردت أن تدرس لغات، جواب واحد أيضا. You must practice them. You can join languages courses. فهذا كلهن طلاب، هو أنت المفروض تحفظ لك جواب واحد. ماشي؟ زين. وصلنا وياكم lesson 3. العنوان مال lesson 3 If you could choose any job، إذا تستطيع أن تختار أي عمل. شوف الطلاب، منطينا محاورة، محاورة شوية راح أشوفكم إياها بالصفحة اللي بعدها. يقول لك استمع وأقرأ، المفروض أنه نسمعكم محاورة، وهذا هو نشاط صفي. وراها يقول لك مريم إيش تدرس؟ وشنو هي الوظيفة اللي تفضلها؟ طبعًا هي إيش تدرس؟ تدرس الطب. أوكي، تريد تدرس طب، لكنها تفضل شنو؟ أن تكون طيار. هنا بعض الكلمات اللي حسيتها شوية مهمة اللي ممكن تجينا بالإسقاطات بالسؤال الثالث A من المحاورة اللي شوية نوب راح نقراها. Career وظيفة، Train كفعل يتدرب، كاسم تجي قطار لكن هنا يتدرب. Upset منزعجة، Highest مرتفعات. Brilliant performer معناته هنا ممثل لامع. Approve of يوافق على. Joking تمزحين على جراء المحاورة. Scared خائف. Messy فوضوي. ودريم كام ترو الحلم يتحقق. هاي الكلمات أنا من جبت لك إياها، استخرجت لك إياها لأنه حسيتها شوية صعبة عليك من هاي المحاورة اللي هسه راح أقراها. هنا محاورة زين، أنت ليش تقرأ لنا هاي المحاورة بشكل سريع حتى نشوف هاي المعاني اللي حفظناها. هنا عندنا كاثي ومريم. If you could have any career in the world, what would you choose? I'd like to be a pilot. تختارين إذا أردت تختارين أي وظيفة بالعالم؟ أريد أن أكون طيار.
Do you think that dream is very is ever going to come true? هل تعتقد إنه هذا الحلم راح يتحقق؟ No, I don't. It's just a dream. إنه مجرد حلم. My parents wouldn't approve of it. They want me to train as a doctor. ما يتحقق لأن والدي سوف لن يوافقوا عليه يردوني أتدرب كدكتورة. What if you refuse? ماذا لو رفضتي? Are you joking? هل تمزحين? They had be really upset. راح ينزعجون. If I refused, إذا أنا رفضت. But it's your dream. حلمك. I know, but I could never be successful pilot anyway. ما راح أكون طيارة ناجحة أو طيار ناجح. ليش? What do you mean? ماذا تعنين? طبعاً بالمناسبة ليش دا أقرأ لكم يا أيضاً بعد شوفوا هسه هاي الجملة. If I was a pilot, nobody would fly with me. هنا دا يتكلم عن حالة ال second conditional. هنا ممكن يعطيك إياها بي ويقول لك حول فالبي صارت was. لو أنا طيار كان ما حد طار وياي. Why not? Because I bit a bit scared of height. لأني أخشى المرتفعات. شوفوا هاي أم تتكلم عن ال second conditional. If I were you, I would train as a doctor. أيضا هنا ممكن يعطيك إياها بي. لو أنا مكانك كان سويت تدربت كدكتورة and have a flying lesson in my free time. وكان أخذت دروس بالطيران في وقت فراغي. What free time? Medical student don't have any free time. طلاب الطبية ما عندهم أي وقت فراغ. فإذا هاي المحاورة شوفتكم إياها بالوزارة ما يطلبون من عندكم محاورة لا. وصلنا إلى second condition. طلاب هاي راح اشرح لكم اياها على الصبورة الاعتيادية فخليكم وياي. حبايب قلبي مثل ما تشوفون هنا دا اشرح لكم اليوم السكند كونديشنالز ورا ما اخلص شرح راح نروح للصبورة الذكية ونحل التمارين الخاصة عليها. وايضا ان شاء الله راح نحل اكو موضوع اللي هو البريفكسز اللي هو البادئات تقريبا 7 بادئات لازم تحفظوها على الغيب. تمام. Second conditionals يشير إلى حالات وهمية. طلاب ركزوا أو شيء خيالي. أستاذ شنو في الشيء خيالي؟ يعني مثلا أقول لك لو أنا طير كان افتريت حول العالم بس أنا مو طير. تمام؟ لو أنا ربحت لي نصيب كان اشتريت مثلا شارع الجادرية كله. مثلا يعني شيء خيالي لو أنا فلان شيء لو أنا فلان شيء شيء خيالي شيء وهمي. طبعا هنا in English refers to unreal situation حالات وهمية unlikely events أحداث غير محتملة الحدوث. إذا تتذكرون بالفيرست كانت likely events محتملة هنا غير محتملة something imaginary شيء خيالي. أكرر هذا كمعنى أنه شيء خيالي. رجاء الصيغة مالتها مثل ما حكيت لازم القاعدة حفظ ويا كل حالة. بداية راح أتكلم في حالة المثبت وهي أهم شيء. بفعل الشرط هذا فعل الشرط لأنه قلنا وراء إف يعني فعل الشرط. Past simple يعني ماضي بسيط. والماضي البسيط أنا شارحه سابقا الموضوع subject الفعل يا إما قياسي أو شاذ. القياسي يا إما أضيف له ED أو D مثل إيش؟ يعني إذا انطاك الفعل play played انطاك الفعل move moved. يا إما أضيف دي فقط أو أضيف إي دي وهاي لازم أنت التصاريف حافظهم أو ينطيك شاذ مثلا إذا انطاك go went eat ate مثلا إذا انطاك كان الماضي مالته could وهكذا. فمن ينطيك فعل الشرط بالsecond conditionals لازم الفعل أحوله إلى ماضي. جواب الشرط subject would could might وأكثر شيء يشتغلي بال would. إذا تتذكرون بالفيرست بجواب الشرط بس خل أذكرك بالفيرست كان subject will can may زائد مجرد. تتذكرون هاي بالفيرست نفسها بس هنا will ماضيها would اللي can't ماضيها could المي ماضيها might. فإذا هاي بالفيرست سوري. فجواب الشرط هذا جواب subject would could might زائد مجرد واشتغلي بالwould. زين في حالة النفي subject didn't زائد مجرد هنا would could might not زائد مجرد. أما بالاستفهام بس هاي شمرناها بالبداية فصارت هيج would subject مجرد تكملة علامة استفهام.
هاي الحالات الثلاثة، القواعد الثلاثة، مثبت، نفي، استفهام، لازم حافظيهم بالسكند كونديشنالز، ونعرف تشير إلى شيء وهمي أو شيء خيالي. ملاحظات مهمة. أول ملاحظة، إذا احتوت الجملة على أحد الكلمات أو العبارات التالية مثل إيش؟ هسه راح نشوفهم. فبدون ما أعتمد على المعنى أعرف أنه سكن بدون معنى، بس ألقى وحدة من ذن الكلمات بالجملة أعرفها سكن conditionals مثل إيش؟ كلمة مليون، مليونير، أو عبارة if I were you، مرات ينطيك إياها if I be you أنت تحولها. فإذا جتك هاي العبارة أو هاي الكلمة أو هاي الكلمة نعرفها رأساً بدون ما نعتمد على المعنى second conditionals. بعض الطلاب يخربط بالفعل بي، فسويت لك هذا الجدول. شوف الطلاب بالزيرو، هذا هنا أول، يعني أول جدول، هذا فعل الشرط، هذا جواب الشرط. بالزيرو إذا جاك البي فعل الشرط يا إما يصير is أو am أو are، جواب الشرط شو يصير؟ ايضا از او ام او ار، هذا بالزيرو. بالفيرست البي فعل الشرط ايضا يصير از او ام او ار، لكن بالجواب يصير ويل بي. تمام. بالسكند كونديشنالز البي بالفعل يصير واز او وير حسب الفاعل طبعا، بجواب الشرط يصير وود بي. فركز لي على البي شلون يصير بال first و zero و second. تمام. ملاحظة أخرى باوع، من ينطينا فراغين بالجملة؟ من ينطينا فراغين؟ يعني هاي جملة، هذا هنا فراغ وهنا فراغ، إذا انطانا فراغين لازم أعتمد على المعنى. لكن إذا انطانا الفراغ في جهة واحدة، يعني بس هنا أعتمد على هاي الجملة مثلا، حسب الفراغ وين موجود أعتمد على الجملة الأخرى. زين طلاب، خليكم وياي نطبق هذا الحكي على الجمل. فنشوف هنا عندنا الجملة الأولى راح أقرأ لك. What would you buy first if you won a million pound؟ دا أقول لك صحح. طلاب هاي شلون عرفناها second conditionals؟ هذا فعل الشرط. الجواب عندنا would you buy، would زائد you زائد مجرد، فعرفناه من خلال جواب الشرط. هسه قلت لك قبل شويه اذا انطاك الفراغ بجهه واحده فنعرف من الجمله الاخرى. فهنا بما انه ود زائد مجرد، يعني ود يو مجرد بالاستفهام، فهنا فعل الشرط بالماضي، فالماضي مال، الماضي مال وين؟ وان. تمام؟ ماشي طلاب، هاي اول فقره من ينطيك وهو على الاغلب هيك يجيبها، فراغ في جهه واحده. زين. النقطه الثانيه، if I be you، قلت لك من تلقى هاي العبارة بدون ما تعتمد على المعنى تعرفه انه second conditionals. طلاب البي ممكن تصير was، ممكن تصير were. واحد يقول لي استاذ الاي مو تاخذ was، صحيح، بس ما طول عندنا يو، فهنا ما يصير نقول if I was you، if I were you معناتها لو اني بمكانك. طبعا بمناسبة ممكن الwhere ما عدا هاي الجملة، ممكن الwhere يعني تجي مع، يعني حتى يصير نقول he were فقط مع حالة second conditional، لكن الطالب اني ما اريد ادوخ، اريد يرجع مثل ما هو he she it ياخذ was او مدوخ. لكن اذا جتك هاي العبارة if I be you لازم تصير if I were you لانه اكو you. طبعا جواب الشرط I would talk. زين، اعتمادا على المعنى شنو؟ لو اني بمكانك كان حكيت وياها. خلينا نشوف النقطة الثالثة، I not marry him. هاي if، وهاي جملة موجودة بالكتاب، يعني بكتاب النشاط راح نحلها شوية إنه بعصا بورا. I not marry him if he be the last man in the world. ما أتزوجه لو كان آخر رجل بالعالم. هاي الجملة هي خيالية، هو ما يصير آخر رجل بالعالم. فعندنا الاف هنا، فهذا جواب الشرط. إيش راح يصير؟ I wouldn't marry if he. باعوا هنا الهي البي شو تصير؟ he was. لأنه هاي يصيحوا له شاذ حسب ما حكينا قبل شوية. ما راح أتزوجه لو كان آخر رجل بالعالم. جملة أخرى وهي الجملة الأخيرة دانطيك إياها، هاي أيضا موجودة بالكتاب. هنا عندنا إف، فهذا جواب الشرط. فهنا she would look much nicer if she wore. هاي شلون عرفتها؟
عرفناها هذا فعل الشرط منطيك الفعل were الماضي مال were، يعني هي كانت أكثر لطافة أو أكثر جمال لو لابسة عدسات لاصقة. طلاب بانتهاء هاي الجملة أعتقد أني وفيت بشرح second conditionals، خليك وياي ننتقل للصبورة الذكية ونحل التمارين الخاصة على second conditional. حبايب قلبي ورا ما شرحت لكم السكند كونديشنال نشوف التمارين اللي منطيني اياها على هذا الموضوع بلسن 3. هذا التمرين طلاب منطيني اياه اكسرسايز بي بيج 54 بالاكتيفيتي ووك رايت سنتنسز ان ذا سكند كونديشنال، فحطوا لي خط تحت كلمه سكند كونديشنال يوزينج ذا فيرب ان براكتس. باو اف اي هاف lots of money I would buy race horse. هنا الهاف الماضي مالتها نعرف ان الفعل بالماضي فصار هات، هنا صارت would buy يعني دنحل هذا الحل مالتها. تمام، لو انا عندي هواية فلوس كان اشتريت حصان مال سباق. نمبر 2 if I went to lottery I buy a big house. اذا هنا بما انه I العفو بما انه هنا الماضي مال when تصير one، الماضي مال when want to lottery I would شنو would buy، يعني لو أنا رابح يا نصيب كان اشتريت يعني بيت كبير فشي خيال. هاي جملة مهمة باعتبار استفهامية، هذا فعل الشرط. رجاء طلاب بعض الطلاب يخربطون من يشوفون الإف بداية لو بالوسط، هذا جواب هذا فعل الشرط. فالماضي مال كان could، هنا استفهامية where would you choose، هاي تنزل نفسها فصارت where would you choose to live if you could live anywhere in the world، وين تتمنى ان تعيش اذا تقدر تعيش باي منطقة بالعالم، فهنا صارت where would you choose استفهامية. number 4 هذا جواب الشرط بما انه الاف هنا فهاي جواب، فتصير I would learn to parachute if my friend هنا say she said if my friend said she would do it with me، يعني هنا راح اتعلم يعني القفز بالباراشوت اذا صديقتي قالت انه انا راح اسوي هاي الشغله وياك. if I be وطلاب ركزوا هنا if I مثل I البي هنا نقول was، بما انه عندنا يو فلازم نقول if I were you. if I were you لو اني بمكانك، وهنا نفي I راح اكتب هنا الجواب wouldn't ask his advice about anything. لو اني بمكانك كان ما سألت نصيحته حول اي شيء. هذا الاف فهذا جواب she would look يعني would وياها المجرد much nicer if she buy. هاي الجملة تحديدا وهاي الجملة وهاي الجملة أخير ثلاثة كلش مهمات. she would look much nicer if she الماضي مال wear wore contact lenses instead of glasses. تمام، يعني هي كان بدت أكثر جاذبية وأكثر جمال لو هي لابسة عدسات لاصقة بدلا من النظارات. هنا بما أنه الإف هنا جواب he would be more attractive كان هو أكثر جذاب أكثر جمالا if he shaved بس هنا نضيف دي his beard off إذا هو زين لحيته. I هنا جواب الشرط wouldn't marry. تمام بس خل أسوي هاي شو زين wouldn't marry him if he was هذا فعل الشرط البي ماضيها was the last man on the earth ما راح اتزوجه لو كان اخر رجل بالعالم، وهذا في شيء خيالي هو ما يصير اخر رجل بالعالم. هذا التمرين هو منطينا اياه عن السكند كونديشنال. اذا تشوفون هنا هذا تمرين اخر منطينا اياه قايل لك كمل. تمام if I had my own car لو انا عندي سيارتي الخاصة بي كمل بالسكند I would take my friend on picnics every weekend. طبعا هذا موجود بالاكتيفيتي صفحة 55.
كان أخذت أصدقائي في رحلة ونزهة نهاية كل أسبوع. If my father won £1 million, إذا والدي ربح £1 million, we would buy a big house. كان اشترينا بيت كبير. If I had one wish, لو أنا عندي أمنية واحدة. طبعاً أعطيتك جوابين. I would make you my whole life. كان خليتك أنت كل حياتي. الله. Or I would travel around the world. جواب آخر كان سافرت حول العالم. If I had three wishes, لو عندي ثلاث أمنيات. I would buy a new car, اشتري سيارة جديدة, live in mansion, سكنت في قصر, and go around the world, سافرت حول العالم. تمام؟ هذا هو خلص التمرينين الخاصات بالسكند كونديشنال. طلاب, هنا ايش يريد من عندنا؟ يقول لك سوي لي انشاء if I was a millionaire. لو اني مليونير يقول لك استخدم لي هذني العبارات. راح بس ابقين هيك لمجرد ثانية لانه يعني هذا مو حفظ, هذا لتدريب الطالب على كتابة الإنشاء. هذا طلاب exercise D بال activity book page 55. فهذا الإنشاء هو لتدريبك, راح أبقي ثانية ثانيتين عمود بس تباوع عليه, وهو مو حفظ فقط لتدريبك طلاب. يقول لك استخدم لي هاي المعلومات. ماشي, راح نقلب. وصلنا إلى آخر فعالية وهذا جدا مهم طلاب, هاي prefixes. prefixes إحنا أخذنا بunit 1 أخذنا ال IL IN UN IM IR إلى آخره, وهنا عندنا this. هذن الكلمات ويذن ياخذن this, فلازم تحفظ ليها بعض. agree disagree, approve disapprove, like dislike, obey disobey, طبعا لا يحب لا يطيع, trust distrust, لا يثق, appear disappear, يختفي, please displease, connect, طبعا هنا يغضب, connect disconnect, يفصل. وهاي كلش مهمه, لهذا انطيتك اياها بغير لون, جايبها مرتين بالوزاري. Encourage, ما قلنا this encourage, قلنا this carriage, يعني هاي ال EN حذفناها وضفنا this. هاي شلون يجيب لنا اياها بالوزاره طلاب؟ اذا اريد اجيبها مثلا يقول لك legal legal illegal, ويقول لك مثلا like, فانت لازم تعرف انه اللايك تاخذ this, فهذني حفظ. ماشي, هذا بيا سؤال يجينا, يجينا بالسؤال الثالث سي وزارياً اللي هو الميسينج وورد. طلاب حبايب قلبي, لهنا راح أختم حلقتي. تمام, وصلنا وياكم لسن 4, وهنا نتكلم عن زها حديد والريبورتد كواستشن. أشوفكم بخير وألتقي بكم بحلقة جديدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.